حيله امه بلع الطعم. البنت شغلها على الاخر. كل المسائل حسب تعليماتك برضو يا كبير. انجز انت بس بسرعه، انجز انت عشان نقفش. خايف الواد ده يطلع واد سيس وما حلتوش اللبق. لا ده اخو مرات اخويا، عيله معروفه كويس، عندهم عماره في الزمالك لو اتباعت هتجيب ملايين. يسمع من بقك يا كبير. رد على التليفون يا سي عمر. عمي دمي مش مشكله، ارد عليها بعدين. يا راجل طمنا عليك، لا تكون قلقانه ولا حاجه. انا لو رديت عليها هتقلق اكتر. ليه يا عمر؟ عشان انا قايلها ان انا في البيت بعمل جرد. لو رديت عليها في وسط الدوشه دي هتقول لي ايه يعني؟ هتعرف ان انا بضحك عليها. والله يا عمر معاك حق. سمك على قنديل على وش النيل. سمك على قنديل يا سمكه. رد عليا يا عمر، طمن قلبي عليك. ربنا يستر. بص يا دي يا جميل، كده الموضوع زاد عن حد قوي. بالراحه. عاجبك الفضايح اللي حصلت النهارده يا عمر؟ انت كان ممكن تموت في الخناقه دي. انت ايه، ما بيفرقش معاك الفضايح قدام الناس؟ يعني عايز انا اشوف واحد عايز يحضنك واقف اتفرج عليه وفيها ايه؟ ده معجب من ضمن معجبيني. الاعجاب حاجه وان يمد ايده عليكي حاجه تانية خالص. انت بتغير عليا يا عمر؟ نسيت ان انت مراتي على سنه الله ورسوله؟ لا ما نسيتش. وانت عارف ان انت كنت حلم عمري؟ الحمد لله بقت مراتك وربنا حقق الحلم. اللي يبص لك بس بصه واحده اقسم بالله لا خزق له عن الاثنين. ربنا ما يحرمنيش منه. بقول لك ايه اللي شرفط وشك كده يا عمر؟ ولا حاجه. شوية بلطجية طلعوا عليا، خدوا مني الموبايل وخدوا مني فلوسي. بس انا اديت له 1000 جنيه عشان ينزل يشتري موبايل جديد، امال يقعد من غير موبايل؟ ما صحش. ها وجبت موبايل؟ طبعا. وانا اقدر امشي من غيره؟ لا، يبقى خلي بالك على نفسك يا حبيبي وخلي بالك على موبايلك. حاضر، ان شاء الله. انا اذنك ماما انا هخش استريح شوية عشان جاي تعبان قوي. استنى يا حبيبي بس هعمل لك حاجة تاكلها وادخل نام على طول. ما تتعبيش نفسك. انا اذنكم. عمر. ممكن افهم بتكذب علينا ليه؟ انا ما بكذبش على حد. لا بتكذب يا عمر. ما بكذبش. عمر انت اخويا وانا عارفاك. على اساس ايه بتقولي ان انا كذاب؟ على اساس انك انت قلت انك اشتريت موبايل جديد، صح؟ قلت. ممكن اشوفه؟ اتفضلي. ده موبايلك القديم. لا مش هو، ده واحد شبهه. بلاش بجاحه، ده تليفونك القديم وانا عارفاه. يا ستي مش هو، اشتريت شبهه يوسف. ايه بقى؟ بقول لك يا عمر، اتبسط بيه يا حبيبي، كما تدين تدان، اللي بتعمله في امك هيطلع عليك، وبقول ايمان قال. سوري يا بيبي تأخرت عليك. ولا يهمك يا حبيبتي. منير كل شوية عمال يسألني أخبار حيلة أمه إيه؟ عمر؟ اسم الله عليك، هو في غيره؟ أدينا هو بحاول أقنعه يطرد السكان ويبيع العمارة. آه عارفة لو ده حصل يا لولا. يا سلام. هيحصل، وحياتك عندي لا يحصل. هيطرد السكان ويهد العمارة ويبيع الأرض كمان. عارفة أرض زي دي في الزمالك ودلوقتي تعمل لها كام؟ ملايين، ملايين يا بيبي. بس إزاي بقى الملايين دي تبقى في جيوبنا إحنا؟ لا، سيب ده بقى عليا أنا، مخططة لكل حاجة. إزاي بس يا لولا؟ لا، دي بقى مفاجأة. يا خوفي، يا خوفي من مفاجآتك لا تطلع مضروبة وتطير مننا السبوبة. ودي تيجي برضه يا مليجي، ده انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. اتفضل يا باشا.
السلام عليكم يا عم جابر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده عمر. ايه؟ حيط امي؟ اقعد مكانك، انت هتتوتر ولا ايه؟ انت خالي. قشطة عليك، خالك وخالتك وجوز خالتك زي ما انت عايزة حبيبتي. عمر. ده خالي، تعالى معرفك عليه. مساء الخير. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ صح. عمر اعز اصدقائي، خالي مليجي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبي، تشرفني. بقول لكم ايه بقى، اقعدوا اتعرفوا على بعض وحكوا براحتكم لحد انا ما اغير هدومي، لان انا اتاخرت قوي على نمرتي. روحي انت يا بنت اختي يا غاليه، ربنا يوفقك. اتفضل حبيبي، اتفضل. شكرا. وبالصلاه على النبي بقى، انت بتشتغل في ايه؟ انا بشتغل في بنك. وحضرتك؟ انا بشتغل في الاستيراد والتصدير. معلش يا حاج، استناني دقيقه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله. اي خدمه هاني؟ هو الاستاذ اللي لسه طالع دلوقتي ده ساكن هنا؟ قصدك الاستاذ عمر جوز الست لولا الرقاصه. الرقاصه؟ ايوه، ست لولا الرقاصه اللي ساكنه في الدور التاسع. بيتك يا عمر. في حاجه يا ست؟ لا انا اسفه. متشكره قوي. السلام عليكم. مع السلامه. بص، احنا من غير كلام كتير كده عايزين نخلص الموضوع بهدوء ومن غير شوشره، ولا حاجه تاثر عليكي ولا علينا. شوشره ايه يا باشا، انا في السليم. في السليم؟ بقول لك ايه، من الاخر كده ابعدي عن عمر اخويا. اعتبر ده تهديد من حضرتك ولا ايه بالظبط؟ اعتبري زي ما تعتبريه، لو ما بعدتيش عن اخويا والله العظيم لخلي معتز يلبسك قضيه. بص يا شاطره، عمر اخوكي ده يبقى جوزي وانا مراته على سنه الله ورسوله، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. ما تتكلمي بقى، ده يا ست انت، ده انت مستفزه قوي. وانتوا خليتوا فيها ادب انت ولا هي؟ الظاهر ان سكتنا له دخل بحماره. شوفوا بقى، اذا كنت انا وافقت انكم تدخلوا البيت ده ورضيت ان اقعد معاكم فده علشان خاطر عمر جوزي، اما كلمه زياده ما تكونش على مزاجي منك ولا منها هعرفكم انتوا الاتنين مقامكم. لا ده انت بيك حوالين تلاقي ادب بجد. استنى، انت بتقول ايه؟ مقام ايه يا رقاصه يا بنت الرقاصه؟ بس لا يا خالي، لا مش ممكن ابدا، انا لازم اتطلق دلوقتي ومش هعيش معاه لحظه واحده بعد النهارده. يرضيك كده والنبي يا عمي. وبعدين يا بنت اختي، ده جوزك برضه، والبنات المتربيه ولاد الناس ما بيعملوش كده مع جوازتهم. مع ان انا زعلان منكم بقى، معقوله تتجوزوا وتخبوا عليا؟ ده انا اكتر واحد يفرح لكم. وبعدين يا عمر يا ابني، لولا دي انا اضمنها برقبتي، دي بنت اختي الغاليه موصياني عليها قبل ما تموت، ومن ساعتها وانا بربيها احسن تربيه. ونعم التربيه والله يا عم. انت ما تعرفش يا خالي اخته عملت فيا ايه. دي جت هنا تهجمت عليا وبهدلتني وادتني الاسم. ايه اسم؟ ايوه الاسم. واحنا وش ذلك يا ابني، الله يسامحك. عموما يا عم انا اسف، اوعدك ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني. خلاص يا عمر يا ابني، اسفك مقبول. قوم بقى صالحها وبوس راسها، دي لولا دي بنت طيبة وقلبها أبيض زي البافتة البيضة ودمعتها قريبة قوي. لا يا خالي لا، مش هصالحه. أصل يعني لا أصل ولا بس، البنت ما تكسرش كلام خالها، ده الخال والد يا لولا. خلاص اللي تشوفه، أنا تحت أمرك يا خالي. وأنت يا عمر يا ابني، عايزك تحط لولا في حباب عينيك. متقلقش يا عمي، في عينيا. أوعدك إن أنا عمري ما أزعلها مني تاني. بس أنا كنت عايز أطلب من حضرتك طلب صغير. أؤمر يا ابني. لولا ما ترقصش تاني. وأنا موافقة. في إيه يا إيمان؟ ما تهدي. في إيه يا إيمان؟ ما تهدي؟ أنت بجد راضي باللي بيحصل ده؟ ما أنت اللي غلطانة برضه يا إيمان. أنا اللي غلطانة يا معتز؟ أيوه، أنت اللي تهجمتي عليها الأول وبيتها كمان. احمد ربنا انها وقفت على محضر الصلح اللي عملناه في الاسم. ماشي يا معتز، طالما كده يبقى سيبني بقى مني ليها، وانا هعرف اخد حقي منها كويس، وانا وهي والزمن طويل.